مبروك، 3 نقاط تضع النادي الاهلي على قمه الدوري العام المصري في 5 مباريات النادي الاهلي، وفي الاسبوع السابع النادي الاهلي بيتصدر كالعاده الدوري العام المصري. الف مبروك يا كابتن ماهر، الف مبروك يا كابتن شريف، الف مبروك يا كابتن اسامه. اعتقد 3 نقاط هامه جدا وصعبه جدا. غاليين جدا، ومباراه تكتيكيه على اعلى مستوى للفرقتين. مبروك للنادي الاهلي ب3 اهداف، هدف لرمضان صبحي وهدف لازارو وهدف لاحمد الشيخ. مبروك للاعبين، مبروك للاداء الشوط الثاني بالذات يا اسلام. النادي الاهلي ادى اداء متميز من كل فنون كره القدم، من الناحيه البدنيه، من الناحيه المهاريه، من الناحيه التكتيكيه. عايزين نحيي وادي دجله على الشوط الاولاني، شوط جيد. شوط وادي دجله لعب بيه مع النادي الاهلي ب3 طرق دفاعيه. بدأ الأول ضاغط على النادي الأهلي من قدام، ثم بعد الفترات ضغط على النادي الأهلي في ثلث الملعب. هنتكلم في كل هذه الأمور، ولكن خلينا نطلع نشوف أهداف المباراة. الحقيقة 3 أهداف أكثر من رائعة. الهدف الأول لرمضان صبحي زي ما حضراتكم شايفين، وترقيصة رائعة لرمضان صبحي، ثم بيضعها على يمين محمد عبد المنصف، والهدف الثاني عرضية من محمود وحيد يعملها لحسين الشحات. حسين الشحات بيعملها لوليد ازارو ليضع الهدف الثاني للنادي الاهلي، ثم هدف المباراه الثالث. والبدلاء وكلمه السر، بدلاء النادي الاهلي وكلمه السر النهارده، محمد مجدي قفشه وتمريره رائعه لعمرو السوليه بيضعها احمد الشيخ في المرمى. وزي ما حضراتكم شايفين هي دي سر هذه المباراه، التبديلات اللي عملها الحقيقه ريني فايلر. كابتن شريف، 3 أهداف كلها أكثر من رائعة، ولكن النادي الأهلي استحق 3 نقاط واستحق أن يكون أو يعتلي قمة الدوري الممتاز. تمام، زي ما أنت بتقول كده، استحق 3 نقاط، ولكن عشان تكسب لازم تتعب، لازم تتعب جوه المباراة، لأن لما بتقابل نوعية من فريق وادي دجلة بهذا الشكل الجديد علينا والسرعات اللي موجودة داخل اللاعبين، فده بالنسبة لك بيحرجك انك انت العمليه ما تبقاش سهله. انت النهارده لازم يكون خطوطك متقاربه، لازم كل اللعيبه بتاعتك تبقى مركزه كويس قوي. لعيبتك في اول هاف تايم كانت تقدر تخلص المهمه بشكل جيد، انما فتك الفيتنس كله بشكل سرعات وادي دجله اخروا فوز النادي الاهلي. والحقيقه كل الناس كانت مركزه في وادي دجله، عشان كده انا بقول لك ان النادي الاهلي ليه؟ لما هيقابل في الفتره الجايه هيقابل شكل اجريسيف، يعني هتلاقي كل الناس طمعانه فيه، عايزه تكسبه، عايزه تعمل معاه نتيجه ايجابيه. ف زي ما انت اتفضلت وقلت على التغييرات اللي عملها فايلر، عمل شكل جديد، روح جديده في الملعب، عرف امتى اللعيب اللي هو ادى كل اللي عنده وادى يخرج ويدخل ويعمل. حتى الشكل بتاع المخرج وهو بيجيب لنا وليد ازارو بعد ما جاب الهدف، فالراجل بيقول له انت في الفريم ده هتقف هنا، هتبقى في المنطقه دي عامل خطوره. النادي الاهلي انا ببارك له، وفوز مهم جدا النهارده، 3 نقاط مهمه جدا. احب ان احنا نكون اهو يعني نفس الشكل، اهو زي ما بيقولوا في نفس الشكل ده. فزي ما انت قلت ترجم الحكايه، الحكايه كلها مترجمه متعاونه مع بعض، تيم ورك، بيتعامل في الملعب، لعيبه بتحس بخطوره الموقف اثناء المباراه، بيطلعوا كل اللي عندهم، لعيبه متحرره زي ما احنا اتفقنا في اول المباراه، من اول وليد سليمان وجاي في اول تايم لغايه كل التغييرات اللي حصلت، اللعيبه على مستوى واحد. الكره دي اللي دخلت الجون جات لحسين الشحات في اول هاف تايم لو نفتكر، برضو حط في دماغه تفكيرين ما فكرش نفس التفكير الجاي. هناخد الاجوان كلها ونشرحها واحده واحده يا كابتن اسامه. النهارده شكل واداء النادي الاهلي الشوط الاولاني شيء والشوط الثاني شيء، ايه الفرق؟ في البدايه مبروك طبعا، 3 نقاط للنادي الاهلي، 3 نقاط مهمين جدا عشان تحطك على صداره الدوري. وزي ما قلنا في بدايه الاستوديو بتاعنا يا كابتن اسلام، في بكره لقاء الزمالك وبيراميدز، اي نتيجه هتخدم النادي الاهلي، فعشان كده النهارده فوز بتاع النادي الاهلي بيضعه على الصداره، فكان مهم النهارده الفوز. وانت بتلعب مشوار الدوري 34 مباراه، مش لازم ال 34 مباراه يكون كلهم بشكل جمالي. ايوه، لازم الهدف بتاعك الاكبر في ال 34 مباراه انك تقدر ازاي تحقق الفوز. النادي الاهلي النهارده كان في استعجال شويه وصربعه في الشوط الاول، مستعجل الفوز، كان في سرعه او رعونه شويه في انهاء الهجمات في الشوط الاول. الشوط الاول ايضا وادي دجله كان الريتم سريع، احنا كنا مجارينه برده في الريتم السريع، لا كان لازم يبقى عندنا الهدوء.
علشان كده الشوط الاول كان سجال شويه، ما ظهرش النادي الاهلي بالشكل القوي. الشوط الثاني اصبح فيه الهدوء. طبعا تسجيل الهدف الاول للنادي الاهلي فك شفره المباراه. مدرب وادي دجله تاكيس لما يلعب بالشكل ده قدام النادي الاهلي لازم يتعاقب. النهارده فاتح الملعب بيلعب كره هجوميه من اول دقيقه. النادي الاهلي عنده لعيبه فيها خبرات، لعيبه بتعرف تسجل في اي وقت في المباراه، لعيبه زي رمضان صبحي وزي اجاييه وزي حسين الشحات النهارده اللي ممكن ما كانش موفق، لكن فايلر ابقى عليه والنهارده عمل الهدف الثاني ببراعه. عندك لعيبه ممكن تخلص في اي وقت، فعشان كده النهارده وادي دجله يعني النادي الاهلي عاقبه بثلاث اهداف، كان ممكن النادي الاهلي يزود الاهداف. النهارده في ايجابيات كتير من المباراه وحاجات حلوه جدا. هنتكلم على ايجابيات المباراه وعلى كل ما يخص المباراه، ولكن كابتن ماهر برضه انا عايز اوصل الشوط الاولاني. النادي الاهلي ادى اداء جيد على فكره، لكن يعني الشوط الثاني افضل بكتير من الشوط الاولاني. الشوط الاولاني النادي الاهلي عنده ثلاث فرص يا اسلام، فرصه في الدقيقه 7 وعنده فرصه في الدقيقه 17 وعنده فرصه في الدقيقه 32. يعني النادي الاهلي كان عنده ثلاث فرص في الشوط الاولاني كان ممكن يسجل من خلالهم هدف مبكر. في نفس الوقت شفنا ان وادي دجله بيلعب باسلوب مدافع على النادي الاهلي بثلاث طرق، يعني أيوه. مره بدا مع النادي الاهلي دي من ضمن الهجمات طبعا الهدف الاولاني للنادي الاهلي اتعمل بشكل جيد، وفي مهاره من رمضان صبحي ودي ميزه رمضان صبحي داخل الصندوق. لعبنا بثلاث طرق. وادي دجله من بدايه المباراه ضغط على النادي الاهلي من قدام، وبعدين على فترات ضغط على النادي الاهلي من ثلث الملعب، وبعدين فترات بدا يعمل بصيه التسلل، وده اذا كان فبيدل على ان هو عايز يمنع خطوره النادي الاهلي لوصول لمرمى وادي دجله. هو نجح على فترات كتيره جدا ان هو يقفل على مفاتيح النادي الاهلي في الشوط الاولاني بشكل جيد بسبب الطرق الدفاعيه الثلاثه اللي كانت متنوعه، وده اعلى حاجه في التدريب يا اسلام بالنسبه للمدير الفني لوادي دجله، بنحييه على شوطه الشوط الاولاني والاداء اللي كان بيأديه. مع هذا السرعات كانت مرحله انتقاليه من الدفاع لوادي دجله للهجوم، كان قدر برضك يوصل لمرمى النادي الاهلي، لكن الشناوي طبعا النهارده بيعتبر من نجوم المباراه. على فترات كتيره جدا قدر يلعب كاليبرو ورا خط ظهر النادي الاهلي. معلش يا كابتن ماهر، خلينا نطلع نشوف المؤتمر الصحفي لريني فايلر وماذا قال بعد نهايه هذه المباراه. Pour se bien étudier, vous savez que le défense, vous savez. Je me répète, hein, comme j'ai déjà dit, tout le monde sait comme Vadi Dekla essaye de jouer avec aussi beaucoup de risques. Si ça fonctionne, c'est un bon football, mais c'est aussi dangereux parce qu'on a déjà eu des occasions au premier mi-temps. هو قال قبل كده ان هو طبعا ان هو بيلعبوا برضه حكايه بين من ورا، بس بياخدوا طبعا مخاطره، طبعا لو مشت تبقى كويسه، لو اتقطعت بقى في خطوره جامده عليهم. On peut mieux jouer la récupération de ballon, ça c'est sûr, mais on a quand même créé des occasions avec des erreurs qu'on a provoquées avec le pressing premier mi-temps, et à la fin on a gagné 3-0 et je pense qu'on n'a pas des discussions quelle équipe était la meilleure équipe aujourd'hui. واحنا لعبنا على النقطه دي، والشوط الاولاني حاولنا نرجع الكوره وعملنا خلقنا فرص وضيعنا فرص، وبعد كده احرزنا ثلاث اهداف، واعتقد كنا احنا الفريق الاعلى فنيا وكان ليا السياده الفنيه في النتيجه وفي الاداء. محمد ابو علي بورتيتو، مستر فايلر اتفق يعني ببارك لك في البدايه على الفوز والتصفيق اللي كنت بتعمله. يمكن انا اتكلمت مع حضرتك في المؤتمر في مباراه الهلال السوداني على الكور اللي جاب العمق، وشفنا النهارده وادي دجله قدر يوصل يعني وادي دجله كومونسي اتاكي la cage de Chenaoui plusieurs fois, ils jouent de la même façon que vous. Vous avez modifié 4-1-4-2, vous avez changé plusieurs fois le système de jeu, pourtant vous n'avez pas pu résoudre le problème de la défense. Comment Ali peut-il résoudre le problème de la défense? Il se répète plusieurs matchs. Chaque joueur qui a des vitesses peut faire des problèmes au niveau de la défense de l'équipe.
En général, tous les joueurs qui sont rapides ou qui sont très rapides, ils peuvent créer des problèmes à tout le monde. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est toute l'équipe qui va défendre, c'est aussi toute l'équipe qui va créer des occasions. Si on donne des occasions à l'adversaire, ce n'est pas toujours la raison pour laquelle la défense ne défend pas bien. Hein. C'est aussi les joueurs au milieu et les attaquants qui doivent bien aider de défendre et de regagner le ballon un peu plus haut du jeu. Si on a créé des occasions, ce n'est pas le problème de la défense. Ce n'est pas le problème de la défense. Les joueurs au milieu de la défense et les joueurs au milieu de la défense sont en train de se battre pour qu'ils ne font pas de défense. Donc, le premier champ de défense est en train de se battre avec les joueurs au milieu de la défense. Donc, ils ne défendent pas avant les joueurs. Donc, on ne change pas le sujet pour les joueurs. Vous avez raison, on a changé le système pendant le match. Mais pour moi, ce n'est pas le système qui est décisif. Hein. C'est l'interprétation des joueurs. Comment ils jouent contre le ballon et avec le ballon, et ce n'est pas le système qui est décisif, c'est l'interprétation des joueurs. Il ne parle pas du problème au niveau de la défense seulement, mais il y a toujours un problème au niveau de la défense, les ballons qui se jouent dans la profondeur contre nous. On dit peut-être les problèmes de milieu de terrain. Peut-être. Non, mais si vous avez vu aujourd'hui le match aussi, comme Vadidek l'a joué très haut avec la défense, tous les ballons en profondeur étaient dangereux. D'abord, tous les deux côtés. D'abord, tout, il faut dire c'est normal. Et après, il faut aussi dire si on a des joueurs qui sont très rapides, et les Vadidek, ils ont aussi eu un joueur dans leur attaque qui est très très rapide. Oui, ça peut être dangereux, mais je pense on a juste que. Une seule occasion qu'on a donnée deuxième mi-temps, quand le joueur il était tout seul avant El Genavi, on a quand même très bien défendu et on n'a pas donné beaucoup d'occasions à l'adversaire. بقول لحياتك طبعا فكره ان اي لعيب سريع عنده سرعات بشكل خطوره احنا عندنا لعيبه كتير عندهم سرعات وعملوا خطوره عليهم وجبنا اجوان هم جات لهم فرصه واحده بس عندهم لعيب كويس عنده سرعات هو برده شكل خطوره بس احنا عملنا لعبنا كورتنا يعني اللي احنا بنعملها على طول بنلعبها على طول وتفادينا الحته دي وده طبيعي ان اي حد عنده لعيب سريع بيقدر يخترق مش مشكله في دفاعنا احنا بس Merci pour la victoire d'aujourd'hui. Comme ça, vous avez joué 10 matchs. Est-ce que vous avez maintenant une idée sur les joueurs que vous avez achetés au mercato, dans le mercato? Non, je fais une question. Oui, ok. Auguste et Teniba. Est-ce que le fait que vous avez besoin de deux joueurs seulement de la liste, est-ce que c'est ou bien vous avez besoin de plus de deux joueurs pour, au mercato de l'hiver, au mois de janvier? C'est normal que vous allez poser une question comme ça. Hein. Moi, je peux vous dire, comme entraîneur, hein, on aimerait avoir peut-être 10 nouveaux joueurs. Peut-être on peut parler de Ronaldo, de Messi, on peut parler des autres joueurs comme ça. Non, mais moi, je pense qu'il faut savoir interne quel joueur qu'on aimerait acheter au mercato qui est maintenant bientôt ouvert. Et ce sont des choses que j'aimerais bien discuter avec des personnes qui sont responsables internes. Et si on a trouvé un accord tous ensemble, on va bien communiquer ça aussi à l'extérieur. نتكلم نوصل للاحتياجات بتاعتنا وبناخد بيها موافقه ومن الاداره هنعلنها بشكل رسمي للصحفيين بس لغايه دلوقتي بحب احتفظ ده داخليا جوه فرقتي. شكرا جدا. ميرسي. ميرسي. طيب ده كان كلام رينيه فايلر في المؤتمر الصحفي هنعلق على هذا الكلام مع نجومنا الكبار ولكن نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضرتك. We'll be right back.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر، ايه رايك في كلام ريني فايلر؟ يعني كلام فايلر في المؤتمر تحس بذكاء الراجل يا اسلام وتواضعه، وفعلا مدرب ذكي، مدرب جيد. يعني يمكن شريف وسام، يعني احنا الثلاثه اتفقنا ان راجل حتى في المؤتمر الصحفي تحس انه راجل هادي، راجل متزن، راجل بيفكر بشكل كبير جدا. وخصوصا كمان اسلام يمكن الشوط الثاني زي ما بيقولوا شوط المدربين، فايلر تفوق على المدرب الفني لوادي دجله في الشوط الثاني من خلال عمل حاجه جميله جدا اسلام. ضغط على وادي دجله من قدام من بدايه الشوط الثاني، وده يمكن اللي ادانا الفاعليه وقربنا من المنطقه المؤثره الثلث الاخير. وبناء عليه شفنا الهجمات، يعني دي هجمه من ضمن الهجمات اللي اتعملت بشكل جيد جدا على راس. لكن كلام الراجل نفسه في المؤتمر كان بيتكلم على الهجمات اللي بتيجي، او السؤال اللي ساله الصحفي ان عندنا كرات كتيره بتيجي من العمق بتبقى خطر على النادي الاهلي، ورد ريني فايلر عليه. هو رد يعني رد منطقي ورد سليم. قال لك ان انا بهاجم، يعني بهاجم طوال ال 90 دقيقه، فاكيد 100% هيجي عليا كور، واخد بالك؟ لما بلعبش لوحدي، يعني بلعب قدام خصم وخصمه منظم وعنده من المهاجمين. حتى اتكلم على المهاجمين السراع، يعني قال لك المهاجم السريع سهل جدا يوصل للمرمى. النهارده رفيق كابو من تونس، المهاجم بتاع وادي دجله، لعيب سريع ولعيب مهاري بشكل جيد، وكان واضح قوي، وكان بيمثل خطوره على خط ظهر النادي الاهلي. عبد الكريم الوادي المغربي كمان سريع جدا، وصل يمكن مره او مرتين من العمق وضرب في دفاع النادي الاهلي. كنا بنتكلم اسلام دلوقتي انا واسلام واسامه على انك قررت قبل كده اكتر من 3 4 ماتشات، قررت في النجم الساحلي في الهدف اللي دخل فينا، قررت قبل كده في بني سويف في مباراه الكاس، قررت قبل كده في مباراه الدوري الاخيره، قررت في مباراه الهلال السوداني اللي جه فينا هدف. النهارده بتوفيق الشناوي ويقظته وقايم بدور ليبرو ورا خط ظهره، انقذ هدفين كان ممكن يغيروا من شكل واداء النادي الاهلي. لكن الراجل من ضمن الحاجات اللي بيشتغل عليها هي دي الاخطاء الدفاعيه والملاحظات اللي هو بيدونها عنده، وبيشتغل عليها في الحاجات الخاصه اللي موجوده في الوحدات التدريبيه من خلال التدريب. النهارده الراجل كابتن شريف ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي وهو بيتكلم كان دايما بيتكلم على ان فرقته بتهاجم، وبالتالي مفيش فرقه في العالم بتلعب وما بيجيش عليها هجمات. هو ادى كمان دفاعيه، يعني ادى كمان سبب الهجمات اللي بتيجي عليه، ووضح كده ان المفروض الضغط على الخصم هو اللي يمنع الكرات البينيه او الكرات الطويله للسرعات اللي موجوده في الفرقه اللي بيلعب. فهو كان حاسس النهارده ان نص ملعبه من اول هاف تايم ما كانش مدي الفرصه الكامله في الضغط والاستحواذ عشان يفسد اي هجمات بتبقى موجوده عليه، وقال ان خط الدفاع بتاعنا مش هو اللي لازم يبقى على طول هو اللي بيدافع وهو اللي بيخلص الكوره، وهو لا، كان لازم يبقى فيه سبورت كبير قوي من نص ملعبه ومن الخطوط الاولى كمان من اول الفراوده لنص الملعب، هي دي اللي بتمنع الضغط على اي ديفندر بيبقى موجود. ووضح كمان ان طبيعي جدا انك لما تلعب قدام فرقه عندها تملك سرعات انك انت هيجي لك اكيد كور هتهددك او هتكون، بس انت لازم انت اللي تبقى واقف مظبوط، لازم انت خطوطك اللي تبقى متقاربه. فهو كان بينوه ان لازم الخط الاول اللي يكون بيدافع عن الديفندر هو الفراوده ونص الملعب. ولاحظت ان هو قال حتى بعد الشوط الثاني احنا لما عملنا عمليه الضغط وكان في استحواذ جيد، الضغط على الديفندر بتاع النادي الاهلي كان في ثغرات واحده بس ان هي بتبقى الكونتر اتاك اللي بيبقى موجود عندنا، لان وادي دجله كان يملك السرعات. ودي حاجات من المكاسب اللي المفروض يكسبها النادي الاهلي النهارده لما يلعب مع فرقه زي دي عندها ثقه تقدر تنقل كره سريعه. ده هيشوفه في افريقيا كتير، هيشوفه في المباريات الكبيره اللي جايه هيلعبها في الدوري. فراجل حاسس زي ما قال ماهر، هو ذكي جدا، ذكي وحاسس حتى لو في عنده تقصير في الملعب او اللعيبه عندها حاله من عدم التركيز او اي حاجه هو بيبقى شايف، واعتقد ان هو يقدر يعالج الكلام ده. كابتن اسامه برضو لما سئل عن التدعيمات رد بذكاء، التدعيمات في الشتاء يعني ما ينفعش النهارده انك يعني تتكلم عن التدعيمات، خاصه لسه عندك في شهر 12 مباريات مهمه، ما ينفعش تتكلم عشان تشتت اللعيبه. النهارده عندك لسه مباراه حرس الحدود القادمه، عندك مباراه بلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا،
فعندك مباريات مهمه لما يجي وقت التدعيم او شهر 12 ممكن يعني تتكلم فيها. النهارده ما شاء الله النادي الاهلي عنده لعيبه في كل المراكز. النهارده بنشوف التغييرات كمان هي اللي بتحسم اللقاء، يعني النهارده دكه البدلاء وتغييرات فايلر الموفقه، وليد ازارو بينزل النهارده بيحرز هدف، احمد الشيخ البديل ايضا النهارده بيحرز هدف. يا ريت سمير وكان معانا لقطه دلوقتي بتاعت وليد ازارو بعد الهدف. شوف اليومين اللي فاتوا قالوا ناس بعد اللقطه دي، برافو عليك يا سمير. احمد فتحي ورامي ربيعه بعد مباراه الهلال والمشاكل والخناقه، وكانت شده ملعب طبيعيه في كره القدم، جداً بتحصل يعني طبيعيه جدا في كره القدم، لما تبقى هدف دخل فبنعاتب بعض، كنت انت مفروض تغطي انا مفروض اغطي، لكن تشوف اللمه بتاعت اللعيبه. احمد فتحي كان نجم اللقاء في مباراه النجم الساحلي هناك في تونس، كان نجم اللقاء في مباراه الهلال، النهارده يعني خارج ال 11 لعيب اللي يلعبوا وما نزلش النهارده وما شاركش، لكن النهارده شوف الروح الموجوده داخل لعيب النادي الاهلي، شوف سعادته وفرحته النهارده بالرغم ان هو بره وما نزلش الملعب علشان الفريق يكسب، فهو ده دايما اللي بينجح النادي الاهلي، دي دايما اللمه اللي بتشد النادي الاهلي. لكن يعني فايلر كان موفق طبعا في ردوده، قال لك احنا دلوقتي خلاص فعلا يعني لسه يعني الوقت سابق لاوانه ولسه في الغرف المغلقه الحديثه عن الصفقات. بيقول لك دايما لو في حاجه لو خدنا موافقه الاداره هنرد، هيتم الاعلان رسمي، وبالتالي لما تخلص اي حاجه هيتم عنها الاعلان رسمي يعني. اكيد دايما احنا متعودين في النادي الاهلي، يعني انت عندك كمان شهر 1 يناير كاملا، يعني لسه عندك يعني لو النادي الاهلي ابرم صفقات او تدعيمات جديده هيبقى في وقتها، لكن بقول لك الفتره دي هي المهمه جدا، فتره مباريات الدوري وفتره دوري ابطال افريقيا، لينا هدف كبير، فما ينفعش تشتت اللعيبه الموجوده بصفقات جايه او ماشيه حتى، لا التركيز كله خلال الفتره دي في المباريات القادمه يعني. تمام كابتن ماهر، نرجع بقى فنيا مره ثانيه، النادي الاهلي النهارده دفاعيا ووسط الملعب وهجوميا، خلينا نبدا من الناحيه الدفاعيه، شفت ازاي الناحيه الدفاعيه؟ وواضح طبعا ان الشوط الثاني بالذات كان واضح ان دفاعيا النادي الاهلي بدا من قدام، وزي ما قلت لك ان فكر الراجل بين الشوطين اختلف، يعني دجله هي اللي كانت بتبادل الضغط من قدام، هو كمان الشوط الثاني غير الطريقه وبدا هو يبادل دجله من الحته الدفاعيه الضغط الامامي. وده هو قال حاجه كابتن ماهر واحنا بنتكلم، هو بيتكلم قال ايه؟ قال لك يعني ان دايما المباريات ما نحملش خط الدفاع، لانه الفريق كله هو اللي بيهاجم، هو اللي بيدافع، وهو كل الفريق اللي بيهاجم، يعني من محمد الشناوي لغايه اجاييه كلهم بيهاجموا، ومن اجاييه لغايه محمد الشناوي كلهم بيدافعوا. بالظبط، وده الكلام السليم، يعني دي الكره الحديثه اللي احنا بنشوفها وبنعرفها، وهو راجل طبعا عنده الفكر دوت وجاي من خلاله، واضح قوي ان في تطوير حصل في اداء لعيبه النادي الاهلي وخصوصا الشوط الثاني، وزي ما قلت لك اسلام ان الشوط الثاني ده بيبقى رؤيه فنيه للمدرب الفني اكتر، لان زي ما بقول لك وادي دجله فاجئنا بثلاث طرق في الدفاع ومنها مصيده التسلل على اساس انه يقلل خطوره النادي الاهلي انه يوصل لمرمى عبد المنصف. ايوه ذكاء المدرب ان هو شاف الكلام ده، بدا يضربه بقى من ناحيه انا بقى ابدا ابادر دفاعات وادي دجله من قدام، وده اللي حصل واثر على وادي دجله بشكل كبير جدا، لان النادي الاهلي ضغطه من قدام قدر يوصل للمرمى ببعض الاخطاء اللي كانت موجوده في خط ظهر وادي دجله، الاخطاء اثمرت عن اهداف، وده النادي الاهلي اللي بيسعى اليها، يعني لو شفنا الهدف الاولاني من رمضان اللي هو الكروس اللي اتلعب وبعدين عبد المنصف طلع وقدر ان هو يحولها، او سمير بيجيب لنا الهدف الاولاني كروس اتعمل في المنطقه المؤثره، عبد المنصف طلع وحولها الناحيه الثانيه، لكن رمضان بذكاء رمضان ومراوغته قدر ان هو يرقص باك رايت لوادي دجله ثم يحطها كمان، ودي صعوبتها ان يحطها في الزاويه الضيقه، يعني ده ذكاء من المهاجم لرمضان صبحي ان هو يقدر يسجل هدف وفي الزاويه الضيقه. هنلاقي يا اسلام هنلاقي ان الكثافه العدديه في اللعبه دي اكتر من 7 لعيبه من النادي الاهلي موجودين في منطقه الخطوره او منطقه ال 18، وده كان بيدل ان الكثافه العدديه ديت وراها الضغط اللي اتعمل ثم احراز الاهداف بهذا الشكل المميز. طيب خلينا بقى بما اننا حضرتك فتحت قصه الاهداف، خلينا برضو نشرح الهدف الثاني. كابتن شريف اشرح لنا هدف المباراه الثاني اللي احرزه وليد ازارو، اتفضل يا كابتن.
لو رجعنا للهدف شكل اللعب على الاجنحه دايما بيبقى اخطر ما فيه بالمباريات. شوف الذكاء هنا اللي حاول حسين الشحات يعمله في اول هاف تايم نجح فيه، وعنده شكل وشايف اظهره واقف في مركز مهم جدا، ومراوغه مع تفكير سريع مع كروس من الاول مع شكل زي ما بيقول ماهر، عندنا ثلاثه جوه 18 وفي على خط 18 2، اختار انسب لاعب وهو كان انسب حته كان موجود فيها ازارو، وهي دي ميزه ازارو. ازارو بيبقى قدام الجول دايما بيحقق لك جميع الهجمات اللي تقدر تاخد منه هدف واثنين وثلاثه. أيوه. داخل المباراه، فكان هدف جميل جدا ملعوب جدا على الشكل الاوروبي، يعني ده الاوروبا كلها بتلعب بهذا الشكل اللي هي الكرات العرضيه المميته، انما سرعات موجوده في الهدف. حسين عطال وليد فندم، حسين عطال وليد حطها هايل، وهو راجل واقف كمان هايل ومستنيها ونازل عشانها. يعني لو تروح تلاقي المخرج راح راجع لنا هو فايلر لما قال له انت لازم تبقى قدام الفريم دايما، لازم كل خطورتك وكل امكانياتك تستغلها في هذا المكان. فالحقيقه كان عنده الكوره دي وعنده كوره تانية حاول يشوف عرضيه بالنسبه له، كان متهيألي لحسين الشحات يقدر يجيب منها جول برده، كان عايز يرد له الجميل. انما الفرقه كلها زي ما انت شايف وزي ما قال اسامه في حب بينهم وبين بعض بيخليهم دايما وحده واحده، دايما بيفهموا تفكير بعض سريع جدا. فهدف من الاهداف شكلا وموضوعا يحتسب للنادي الاهلي النهارده، مش من اجمل الاهداف بس، انما هو ده السيستم. ادي اللقطه اللي هو بيتكلم معاها هيعمله بايديه كده على فريم الجول، ان هو بيخش في هذه المنطقه وبيحاول، ده اللي بنفهمه يعني من بنترجم نفس الكوره نفسها. الكوره في الاخر الكوره اترجمت الحقيقه شكله، وان كان زي ما انتم بتقولوا التغييرات كانت موفقه جدا، ولعيبه النادي الاهلي ما شاء الله الحقيقه ما تقدرش تقول مين دلوقتي هو اللي بيكسب، اذا كان رمضان ولا حسين الشحات ولا، انما لما بيكون في ضغط على اي فرقه وبامكانياتهم كلها مابقناش عارفين الحقيقه مين فيهم النجم مين فيهم اللي بيكسب، فيهم كلهم بيتحركوا مابقناش عارفين مينهم فيهم التحركات جوه المراكز، حتى مراكز مختلفه جدا. يعني تحس حتى ان محمد هاني لما بيطلع ناحيه اليمين يعني ممكن يروح يجيب جول لو حط نفسه لاي قفشه في سرعه معينه في رؤيه معينه ممكن يديله كره، وحصلت قبل كده في كذا مباراه. فانا شايف كل توفيق في الشوط الثاني كان الحمد لله، وحاجات كتير قوي من الهدف الثاني ده نستغلها باذن الله في المباراه الجايه. طيب خلينا نروح لمدير الكره في النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ. يا كابتن سيد مبروك. الو مسام ازيك؟ ازيك كابتن سيد اخبارك ايه؟ الف مبروك. الله يبارك فيك، تحياتي ليك وكابتن شريف وكابتن ماهر وكابتن بلال. مبروك يا كابتن سيد. مبروك يا كابتن. مبروك. يعني كابتن سيد ثلاث نقاط هامة جدا وضعت النادي الأهلي في الصدارة كالعادة. الحمد لله طبعا، يمكن المباريات اللي هي بتبقى معمولة بشكل خاص أو بشكل فني كتير أوي، دجلهم أحسن فرق الموجودة على مستوى الدوري بتلعب كورة. يعني حافظين كويس مهما كانت الفرق بتاعتها ومهما كانت النتيجه حتى ومهما كان توقيت المباراه، بتلاقيهم بيطلعوا بالكره بشكل سليم وشكل منظم وشكل فيه عدم تسرع او مرفعه او تنشانه. يعني فانت بتقابل الفرقه عندها نظام معين ماشي فيه من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. يعني كمان جاي بعد مباراه افريقيه، والحسابات اللي بتبقى المباريات اللي بتيجي بعد المباريات الافريقيه او قبل المباريات الافريقيه بيبقى لها حسابات كتير فنيه. الحمد لله رب العالمين، الشوط الاول كان صعب جدا، الشوط الثاني الحمد لله الامور اتسكت بشكل كويس الحمد لله. كابتن سيد ضغط مباريات كبير جدا هذا الشهر، يعني كيف يحاول ريني فايلر ان هو يغير او يخلي اللعيبه تتعود على هذه الاجواء خلال هذه الفتره الصعبه جدا؟ بص، على مستوى العالم كله اي ضغط مباريات في شهر معين الفرقه اللي بتجمع اكبر عدد من النقاط بيبقى لها الاولويه الخاصه بالبطوله على الاقل. فده مهم قوي ان يبقى في التوازن، ان انت بتقابل مجموعه من الصعوبات سواء كانت المباريات المتلاحقه او الكتيبه، بس مش الشهر ده بس كمان يا استاذ. يعني انت بعد ما تلعب في يوم 28 مع بلاتينيوم مثلا، يعني انت هتلعب يوم 15 حرس الحدود، ثم الاسماعيلي 19، ثم الاتحاد 23، وبعدين بلاتينيوم، وبعدين مصر المقاطع يوم 1، وبعدين تبتدي في مصر 5 و11 مع بلاتينيوم، وبعدين ترجع 15 مع طنطا، وبعدين تطلع على المقاولين 19، وبعدين النجم الساحلي، وبعدين انبي، وبعدين يعني تتكلم على الهلال السوداني، ثم بيراميدز وطلاء الجيش والمصري والزمالك. فانت عندك ضغط مباريات عدد قليل جدا من الزمن يعني. فمهم جدا ان انت بشكل كبير جدا تكون مركز، مهم جدا ان انت تهتم. التضحيات اللي هقصدها دلوقتي مش تضحيات في الشكل المفهوم يعني، لكن
خروجك مثلا ده تضحيه، يعني تركيزك ده تضحيه، اهتمامك ده تضحيه، يعني حفاظك على نفسك ده تضحيه. مهم قوي ان انت تبقى في الفتره ديت تبقى محافظ جدا جدا على نفسك يعني عشان توصل للهدف اللي انت عايزه. كابتن سيد، اخبار المصابين ايه؟ حمدي فتحي، محمود متولي، علي معلول، محمد محمود، طمنا عليهم. علي معلول هينزل معانا يعني من بكره ان شاء الله الرحمن في التدريبات الجماعيه، تدريبات كامله يعني. اه ان شاء الله الرحمن يعني بشكل بقى تدرجي بشكل كامل يعني على حسب ما يشوف الدكتور يعني، لكن الحمد لله هو كويس دلوقتي. عندك محمود متولي بتتكلم في الاسبوع ده باذن الله. كريم نزلت الحمد لله خلال ال 10 ايام اللي جايه برضه هيكون داخل. حمدي فتحي بس ومحمد محمود انت عارف ان الاصابه طويله شويه يعني. حمدي فتحي لسه هيقعد شويه هو ومحمد محمود طبعا. اكيد يعني اكيد. طيب كابتن سيد، خلال الاسبوع اللي فات تقريبا بعد المباراه كانت الناس بتتكلم على ان هناك مشاده حصلت ما بين احمد فتحي ورامي ربيعه. النهارده الحقيقه ما حدث بعد الهدف اللي احرزه وليد ازارو بيدل على ان احنا عندنا مدير كره كبير وكويس، بمعنى ان كل حاجه بتتلم وبسرعه. يمكن لعيبه الكره فاهمه ان في كره القدم عادي جدا ان تحصل مثل هذه الامور يا كابتن سيد. بص يعني في الفتره اللي انت فيها ديت بالتاكيد بيبقى فيها اجتهادات كثيره جدا من الاخوه الاعلاميين، وده ما بيزعلش يعني عادي جدا يعني. طبعا. لكن في النهايه برضو يعني خلينا نقول ان انت عندك ثوابت في الاهلي 7 لحد دلوقتي. دايما الكبير او القديم او كباتن الفرق بيبقى لهم حق التوجيه في الملعب بشكل خاص، ما بيبقاش فيه تعديه ولا تجاوز لكن بيبقى لهم حق التوجيه دايما يعني. لكن انت كمان بتفصل بقى ما بين النرفزه العاديه او ما بين التجاوز بعديه الحدود يعني. ايوه. ودي ما بتسمحش بيها خالص يعني. فانت بخبراتك او بالمواقف اللي عدت عليك او بشخصيتك بتقدر تفصل ايه الحاجات اللي ممكن يبقى فيها نرفزه او فيها توجيه للصالح العام. على فكره احنا مش مجموعه من اللي بنلعب في الاشارات اللي هو يعني امشي هنا وتعالى هنا، لا في توجيه كبير جدا. واي كبير فني في العالم كله بيبقى محتاج 2-3 في الملعب او اكثر من كده يا سلام لو موجودين ان هم يبقى يقوموا بالدور الليدر او الناس اللي هي بتدين الامور الفنيه تمام. لكن في اجتهادات بقى يعني هتدخلك في حته مشتتات او تدخلك في خناقات او تدخلك في حاجات يعني تبقى من هدفها ان انت تبعد عن سكتك او تركيزك، اعتقد الحمد لله ده مش موجود. وبعيد واقرر احنا مش في المدينه الفاضله يعني بالظبط نظر عن بالظبط برافو عليك عن الردود ديت يعني. اكيد خلال الموسم كله يعني باكبر الانديه يعني اكبر الانديه في العالم ممكن يبقى فيها، انا ما بتكلمش على الواقع ديت، الواقع ده ما فيهاش حاجه خالص اصلا بين الاثنين خالص نهائي يعني. واكبر دليل حتى لما جينا يعني بتكلم كنت مع رامي اللي كان بيتكلم مع رامي واحمد فتحي واللي بيتكلم مع احمد فتحي ورامي ما فيش مشكله خالص يعني تمام خالص. لكن في اي مكان في الدنيا ممكن في بعض حتى انت في الاستوديو اللي انت فيه لو انت مضبوط ممكن تلاقي نفسك طبعا يعني في بعض الاوقات الامور اتنفست فيها شويه لكن بشكل مقبول بالشكل اللي بيعدي يعني. طيب الشهر ده الحقيقه شهر الاشاعات يا كابتن سيد، بمعنى ان 4 لشهر الاشاعات. نعم 4 انت دخلت لا ما هو معلش بقى الشهر ده اصله شهر صعب وطويل، شهر صعب وطويل، فعشان كده بقول لك ان الشهر ده شهر اشاعات واشاعات كبيره جدا. النادي الاهلي اكثر نادي بيتعرض للاشاعات. انا عايز اكلمك بشكل عام في موضوع الاشاعات ده، مش عايز اتكلم على حد تحديدا يعني. لو تقدر تقول لي يعني ايه المطلوب اللي يحصل خلال الفتره اللي جايه، لانه من حق كل واحد او من حق كل موقع او من حق كل صحفي او من حق كل اعلامي ان هو يجتهد على قد ما يقدر يعني. انا اهم حاجه بالنسبه لي يا كابتن اسلام، اهم حاجه غرفه خلع الملابس، اهم حاجه بالنسبه لي الاوضه تبقى مستقره هاديه فيها روح كويسه فيها الروح الجماعي او الشغل الجماعي او العمل الجماعي. انت مش موجود مع الفرقه على طول، هم موجودين في داخل الاوضه، ايه اللي بيتناولوه داخل الاوضه، حاله التركيز بتبقى عامله ازاي، الاهتمام او الاهداف اللي بيتناولوها ما بينهم وما بعض لازم تكون عامله ازاي، الناس الكبيره اللي معاك دول السندات او العكاز اللي انت بتسند عليه دايما لو بتوصل مسج ولا حاجه في فتره من الفترات، ده مهم قوي. الاوضه حاله الاوضه اللي بيتعامل فيها اللعيبه اللي بيقعدوا فيها مع اللعيبه اللي بيتكلموا مع بعض قبل التمرين اللي بيتكلموا مع بعض بعد التمرين، الحاله فيها طاقه ايجابيه فيها روح ايجابيه فيها استعداد فيها تركيز، ده مهم جدا جدا جدا. لو قدرت ان انت يبقى دايما حاله الاوضه اللي انت في اوقات انت ولا في الفني بيبقى موجود فيها
دي ايجابيه جدا اعتقد مع القدرات والمهارات الامور هتمشي بشكل كويس. لكن النطاق الخارجي بقى يعني فلان بيقول كلمه، فلان بيكتب حاجه، فلان بينتقدني، فلان بيتجاوز حق الفريق، فلان بيتجاوز، انا ماليش علاقه ان الشغل هيبقى والرد هيبقى في الملعب. يعني يمكن السنه دي مختلفه عن السنه اللي فاتت كتير جدا. مش من مصلحتنا ولا من اهدافنا ان انت تبقى بتنقل حاجه بصوت بره الكوره بره التركيز. لا، انت الشغل الصح والحياه الصح في الوقت الحالي مع القدرات اللي انت موجود فيه موجوده والامكانيات الموجوده، لا ان انت يبقى في تركيز جامد جدا في الملعب، لان هو ده ادواتك الكبيره اللي موجوده في الوقت الحالي واللي بتنجحك ان شاء الله. اخر حاجه يا كابتن سيد، النادي الاهلي في شهر يناير القادم من حقه ان هو يستبدل 2 لعيبه، مش كده؟ مظبوط. هل هناك تغيير في هذا الموقف؟ لا طبعا. انت بص يا كابتن اسلام، احنا بدانا الموسم بحاجه وهنفيد نفس الحاجه، مفيش حاجه اسمها تبدا موسم حتى لو كانت ضد النادي، حتى لو كانت ضد مصلحه النادي الاهلي. احنا طول عمرنا بنتكلم في الموضوع دوت، بنقول احنا لما بنيجي نتكلم في حاجه وبناخد قرار في حاجه بيبقى بتبص لمصلحه الصحيح، لكن كمان بيبقى مصلحه الانديه الاخرى وكل الناس. مفيش مسابقه تنتهي بحاجه وخلال المسابقه تقعد تغير فيها ابدا. يعني احنا حطينا عدد في القائمه، ولما بتحط يعني انا اعتقد، انا اسف يا كابتن سيد، لكن انا اعتقد ان حضرتك رتبت دماغك مع لجنه التخطيط مع المشرف على كره القدم على شيء معين. انا كان نفسي انا كان نفسي يبقى 3، كنت نفسي اوصلهم ب3، كنت نفسي اوصل ان انا يبقى ليا في يناير 3 اماكن، كان نفسي اعمل كده يعني. بس انت كنت مضغوط جدا الفتره الاولانيه. انت لا، انا كان عندي من 43 لعيب ل46 لعيب بعد السنه اللي فاتت واللي قبلها، كان عندك حق ان انت تعير الناس على قوتك، وكان عندك حق قائمه انتظار، وكان عندك عدد كبير من اللعيبه 97. فكل دول السنه دي مع الغاء بطوله 97 والغاء بند المعارين والغاء او تحديد بند المعارين وتحديد القائمه ال 30، فبقى عندك كثافه عدديه رهيبه جدا. هتعمل ايه؟ لازم هتبقى في تنازلات، التنازلات دي كانت تنازلات فنيه يعني، وفي وقت قصير يا كابتن سيد خلي بالك. طبعا سيبنا لعيبه ليها مكانتها وليها قيمتها وليها اسمها، سيبناها ببلاش. وكمان يعني اضطرينا نوافق على بعض الاسماء اللي تطلع اعاره بقيم ماليه اقل في كده، عشان برضه نبقى لنا حق الفني والحق المادي فيهم فيما بعد. انت خسرتني بشكل كده، هترجعهولي ازاي حضرتك دلوقتي؟ بالظبط. لا، عشان كده يا كابتن سيد النادي الاهلي كان بيطالب، وانا اسف ان انا هرجع ورا شويه، لكن النادي الاهلي كان بيطالب بنهايه الدوري السابق اللي احنا ابطاله الدوري 41 قبل بدايه كاس الامم الافريقيه، عشان السبب اللي حضرتك بتتكلم فيه تحديدا. طبعا. وكمان انت لما بتحط نظام يا كابتن اسلام يتعب الناس، يتم مناقشته ويتم تداوله وبعدين تاخده على 3 سنين، تقول البند ده هيقعد 3-4 سنين، فانت تبقى محضر نفسك ان بعد 3 سنين هيبقى في تغيير، لكن مش السنه دي وبعدين السنه وبعدين نص السنه يبغى يتم فيها بند واخر سنه يتم فيها بند، اعتقد ده مش بالصح يعني. لكن اي تعديل او اي تغيير في النظام اعتقد ان هيبقى فيها مشكله كبيره جدا 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 في بنود اللائحه. طيب اخيرا يا كابتن سيد معلش، هو موعد مباراه نادي بلاتينيوم، النادي الاهلي ضد بلاتينيوم دلوقتي 28 الساعه 9، دي اخر حاجه جايه لنا، مفيش حاجه مفيش اي تعديل فيها. يمكن الحكم البرندي هو اللي هيدير اللقاء، اللي حكم مباراه مصر ومالي في بدايه تصفيات الاولمبياد اللي هي اللي فاتت في كاس مصر اللي احنا خدناها يعني، المنتخب البرندي هو اللي هيدير اللقاء ده. اخر جواب جالي بتاريخه يعني يوم 28 الساعه 9 باذن الله مع الحكم البرندي. هو لو عايز يعدل ممكن يعدل لغايه امتى؟ مين اللي عادل؟ الاتحاد الافريقي؟ لا اعتقد النهارده انت بتتكلم في 11 اهو يعني، لسه 17 يوم بس خلاص. انت كمان انت عندك مسابقه محليه يعني بالظبط، ففي هو بيراعيها بالتاكيد يعني. عموما الف مبروك يا كابتن سيد، ونتمنى لكم يا رب دوام التوفيق خلال الفتره اللي جايه. شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي، تقريبا خد كبير جدا على كل ما يحدث خلال هذه الاوقات يا كابتن اسامه. طبعا يعني اهم ما جاء في كلام الكابتن سيد، قال لك كل الكلام عن الفريق خلال الفتره اللي جايه، التدعيمات، الصفقات، مين اللي جاي مين راح، قال لك اهم حاجه عندي غرفه الملابس، طول ما انا العلاقه كويسه ما بين اللعيبه، طول ما انا عندي اللعيبه على قلب رجل واحد، هو ده المهم، وهو ده دايما مكسب النادي الاهلي. وصراحه يعني سيد عبد الحفيظ يعني قايم بالدور ده على اكمل وجه، خاصه ان دايما لو في حاجه زي شفناها المباراه اللي فاتت شدت ملعب، طبيعي ممكن 2 لعيبه يعاتبوا بعض او يلوموا بعض،
ممكن ناس تاخدها بشكل كبير ويكبروا الموضوع، لكن النهارده تلاقي احمد فتحي اللي ما بيشاركش اساسا هو النهارده اللي بيحتفل، هو اللي فرحان يعني. ما بيشتركش في المباراه النهارده يعني. تلاقيه هو اللي بيحتفل مع اللعيبه وهو المبسوط وهو الفرحان، فهو ده دايما اللي يعني ده مكسب النادي الاهلي من يعني على مر السنين، ان دايما الروح اللي بتجمع اللعيبه بعضها ببعض. ونقطه كمان اسامه اتكلم على تجميع النقاط مهم جدا بالنسبه لنا، المكاسب اللي احنا ماشيين بيها الحمد لله من بدايه الدوري مهم جدا، انك انت اسلام بتدي لك الثقه وفي نفس الوقت كمان بتحافظ على المكانه اللي انت بتبقى موجود عليها. النادي الاهلي طبعا طول عمره لما بيركب الدوري، واحنا عارفين بيركب الدوري رقم واحد في الجدول، خلاص القطر انطلق بعد كده محدش بيقدر يحصله. النقطه الثالثه دور كباتن الفرقه كمان في اوضه اللبس، عندنا شريف كرامي، عندنا حسام عاشور، عندنا احمد فتحي، عندنا وليد سليمان، دول كباتن كبار جدا قايمين بدور كبير جدا في حته القياده، في حته انه بيلموا اللعيبه في تفاهم منهم ومن بعض، بيحاولوا على قد ما يقدروا ما فيش حاجه تطلع، حتى لو حصل حاجه في التدريب، واحنا كلنا لعيبه كوره وشفنا ياما حصل خلافات بين اللعيبه في تقسيمه، في الدخول خطا، في ما لعبليش كوره كنت اقدر اجيبها جول، لكن كل الحاجات دي بتتلم بشكل كبير جدا في اوضه اللبس. وهو اتكلم برضه يا كابتن شريف على موضوع الاستبدال، وقال ان موقف النادي الاهلي واضح وصريح على الرغم ان هو كان حابب ان هو يبقوا ثلاث لاعبين مش اثنين لاعبين. والله شكل المدرب حاسس بكل الامكانيات اللي عنده، بيديله الفرايتي ان هو يشوف صوره اوضح الحقيقه كل الاحتياجات اللي هو بيبقى محتاجها، وعنده حالات من الاصابات كتير قوي يعني بتمثل له ان هو يقدر يستعين بلعيبه ثانيه موجوده، يمكن لاعب مش هقدر استعين بيه في الفتره الحاليه دي لمده 6 اشهر مثلا. أيوة. بتدي له فرايتي اكتر بالنسبه له، مش على لاعب موجود عندي اوريدي يعني. هو الشكل الموجود عنده اعتقد انه شكل متكامل ما شاء الله، الله اكبر يعني، يبعد الاصابات عنهم. عوده الاصابات كمان لما تبقى بالنسبه له هيلاقي، لو كان بيدور على نكال بصراحه سنتر باك مثلا على اتنين يلعبوا على طول دايمين مستوى اول وكمان، هيبقى عنده خمسه هيقدر يختار منهم، هيقدر يعمل الكومبينيشن اللي هو مع بعض. عشان كده انتوا كنتوا بتتكلموا دلوقتي في الحاجات اللي بتنرفز اللعيبه وما اعرفش، لما يخش فيهم جون زي ده جت على كرامتهم، جت على احساسهم، ازاي احنا يخش في اخر ثانيه في ماتش زي ده هدف زي ده، فاللعيبه مش بتتنرفز على بعض، اللعيبه اتنرفزت على الوضع نفسه. على الشكل اللي حصل يعني، وده لعيبه النادي الاهلي اللي دايما واحنا يعني المضمون ان احنا مش ربيعه مع فتحي، لا ازاي احنا وانت يخش فينا حاجه زي كده، فاتاخدت ان ايه ما ترميش اللوم عليا، ما ارميش اللوم عليك، هي كده بس مش اكتر. انما احنا طول عمرنا وماهر عارف يعني احنا ما نقدرش في حوله الملابس، وانت عارف انا لما يبقى في كابتن خطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن حسن حمدي موجودين في الملعب في الاوضه في اي حته، احنا ما بنقدرش ان حتى لما بنيجي نتكلم مع بعض بيبقى لنا حدود في الكلام، التعليقات، التهريج، اي حاجه. ده اللي بيتكلم عنه السيد عبد الحفيظ، السيد عبد الحفيظ اتكلم في نقطه مهمه قوي اللي هو حجره الملابس دي، اللي هو التركيز، اللي هو لم الشمل كله بيبقى موجود، الحب اللي بينهم اللي اتكلم عليه اسامه بتاع احمد فتحي وازاره، يعني قد ايه بيحتضنه وفرحان له، فرحان له بعودته بانه بيجيب كل ماتش جولين او جول او ثلاثه، هو ده اللي احنا محتاجينه الحقيقه، هي دي الروح اللي وانت بتجري في الملعب هتلاقي الكوره بتجيلك حتى سليمه، وعندك ثقه تماما ان حسين الشحات هيديها لك، يعني عندك ثقه انك انت النهارده لما هتجري اللعيبه كلها بتحبك وعايزه تديك الكوره، كل اللعيبه بتحاول تغطي على بعض، بتحاول هو ده الحب، هو ده اللي زرعه بصراحه المدرب اول ما جه من اول يوم يا اسامه زي ما انت قلت، عمل نتيجه ده نتيجه خارجيه بره في الملعب، وده انعكس على الملعب داخل الفرقه يعني، ده انعكس على الملعب النهارده كله. النهارده شوف النادي الاهلي خمس مباريات في الدوري 17 هدف وهدف واحد بس داخل مرمى النادي الاهلي 17 هدف، فاذا النهارده ده شغل مدرب خلاهم يعني اقوى خط هجوم النادي الاهلي النهارده 17 هدف، اقوى خط دفاع برغم برضو بنشوف اخطاء بسيطه في المباريات، لكن اقوى خط دفاع النادي الاهلي تلقى هدف واحد شباكه هدف واحد، فالنهارده ده برضه لازم نثني على اللاعبين، لازم نثني وحراس المرمى طبعا، بنتكلم على اللاعبين على الفريق كامل، فريق كامل مش فريق 11 في الملعب، لا ده انت عندك بدلاء على الدكه وعندك ناس بتطلع بره التشكيل برضه لا يكل اهميه عن ال 11 الموجود، دي ارقام قياسيه طبعا، ارقام جيده بيحققها النادي الاهلي النهارده. رمضان صبحي لما بنشوف التطور الكبير جدا في مستواه النهارده، رمضان صبحي اصبح من المفاتيح المهمه التهديفيه كمان، كان حل فردي انه يعرف يعدي واحد واحد يصنع اهداف، النهارده كمان رمضان صبحي بيسجل الهدف الرابع ليه
احرز هدف في سموحه في الانتاج الحربي في اسوان النهارده في دجله من مهاره عاليه. فالنهارده رمضان صبحي الفينش بتاعه بقى وكنا دايما بنطالب رمضان صبحي في حته انهاء الهجمه، النهارده ما شاء الله في تطور كمان فايلر حطه على رمضان صبحي يعني انعكس عليه كمان في المنتخب الاولمبي، كان سبب من ضمن اسباب تحيل المنتخب البطوله كان هو رمضان صبحي والتطور اللي حصل ليه. واحنا بنتكلم يا سامح برضه عايزك تشرح لي الهدف الثالث لانه هدف الحقيقه رائع جدا و الهدف دليل على الاستبدالات او ده مجدي قفشه. مجدي قفشه ليه رؤيه واسعه النهارده، يعني رؤيه النهارده شاف عمرو السوليه عمرو السوليه اللي كان ليه دور بنزول ديانج تحرر شويه وبدا يدوس في النواحي الهجوميه. أيوه. عمرو السوليه هو اللي داس في ال 18 هنا. احمد الشيخ بقى الاحلى من الهدف يا كابتن اسلام نزوله في الدقيقه 84، نزل في الدقيقه 84 يعني متبقي 6 دقائق، يعني هيلعب 3 دقائق كمان الوقت الضايع بتتكلم في 9 دقائق مثلا 10 دقائق. التركيز في 10 دقائق عايز يثبت نفسه، عايز يحط لمسه وعايز يعمل اضافه للفريق، فده تغيير طبعا موفق من فايلر. وخلي بالك برضه اسامه هات لي اللقطه اللي كان واقف فيها مع فايلر وهو بيتكلم معاه، اعتقد ان برضه ليها دور مهم. طبعا نفس الكلام برضه زي ما عمل مع عزارو كابتن شريف كان بيتكلم برضه النهارده توجيهات فايلر اللي ليه بصمه كبيره على فريق النادي الاهلي وتوجيهاته لاحمد الشيخ قبل نزول المباراه، لكن برضه استعداد احمد الشيخ استعداده الذهني قبل المباراه حتى لو هيشارك وقت قليل لازم ينزل يحط بصمته زي مباراه بني سويف. مباراه بني سويف اشترك وخد مساحه اكبر واحرز هدف. ايوه احمد الشيخ من اللعيبه اللي بيعرف يسجل هدف، يعني دي الميزه اللي عند احمد الشيخ، حتى لو غاب فتره بتلاقيه بعودته بيعرف يسجل. النهارده ما شاء الله بيسجل هدف في مباراه بني سويف في الكاس بيسجل. النهارده ما شاء الله التغييرات كان ليها اضافه الشوط الثاني، خاصه الشوط الثاني الاداء تحول، الاداء بقى افضل بفضل التغييرات وفضل اللعيبه اللي كانت موجوده، وكمان الضغط بقى افضل الشوط الثاني. الشوط الاولاني كان الضغط فردي شويه لان لا جاي بيضغط لوحده، حسين الشحات متاخر، رمضان صبحي متاخر شويه، لا الشوط الثاني كان فيه تنظيم اكتر في الضغط العالي، علشان كده النادي الاهلي وصل الشوط الثاني اكتر وشفنا الاهداف اللي ظهرت في الشوط الثاني، وكان ممكن النادي الاهلي كمان يزيد من الاهداف اكتر يعني. المرونه طيب. كمان يا كابتن اسلام المرونه بتاعت احمد الشيخ ان هو بيلعب جناح، فالنهارده تعليمات مستر فايلر لو كوره ناحيه الثانيه لازم تبقى راس حربه موجود جوه، فالنهارده واضح قوي ان برضه كل لعيبه بتبدا تسمع راي الراجل من ناحيه التغييرات الفنيه اللي بتتم وبنشوفها على ارض الواقع. النهارده ما بقيناش عارفين كل واحد مين بيلعب فين بالظبط كده من تحركاته من الوعي اللي هم بيعملوه. سابقا على بوكس البوكس يعني السوليه كان الشوط الاولاني كان ما بيزيدش موجود في وسط الملعب، واللي كان بيزيد قفشه اللي كان بيزيد. النهارده اول ما حصل تغيير ونزل يانج راح حصل تحرر بالنسبه لسوليا وبدا يبقى موجود. مما لا شك فيه ان إلي ديانج النهارده عمل نقطه ايقاع في المباراه. طيب. ادى زي ما قال اسامه تحرر لسوليا. طيب نطلع فاصل وبعد الفاصل يا كابتن شريف نرجع نتكلم على التغييرات. نقدر نتكلم على التغييرات واحده واحده، فنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن تغييرات رينيه فايلر النهارده ضد وادي دجله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر ثلاث تغييرات عملهم النهارده رينيه فايلر، وليد ازارو بدلا من وليد سليمان وكان في الدقيقه 56، وتغيير هجومي صرف وواضح جدا يعني الناحيه الهجوميه اللي بيدور عليها رينيه فايلر. هو طبعا وليد يعني كل الماتشات اللي فاتت وليد بصراحه يعني اكثر حركه واكثر نشاطا ومفتاح لعب وبعدين وليد سليمان وبعدين بيسجل لنا اهداف. الراجل بردك لما حس ان هو محتاج شيء من الراحه عمل تغيير مهاجم بمهاجم. وليد ازارو واضح قوي ان وليد بوجود الراجل ده ان شاء الله هيبقى وليد ازارو بتاع اول سنه شفناه فيها، هدف الدوري واخطر مهاجم في الدوري المصري والبطولات الافريقيه. فانا شايف ان فايلر الفتره اللي جايه واضح قوي من تعليماته وتغييراته وبدايه بوليد ازارو ان بدا يوجه وليد ازارو ان هو لازم يوقف اسباب في المنطقه المؤثره المنطقه اللي بين السكس يارد وضربه الجزاء اللي بيجي من خلال الاهداف. وبعدين انا كمان عايز احيي حسين الشحات اسيست بصراحه اللي قدر
يعني يلعب الكوره بدقه على رجلين ازارو اللي موسطاً تحت ثلاث خشبات بشكل جيد عشان يسجل هدف من الاهداف الجميله. فواضح ان فايلر مع لعيبه النادي الاهلي دي ده الهدف اللي فيه جمله فيها اوفرلاب واختراق من على الطرف ثم الكروس العرضي من ناحيه الشمال ثم الاسيست طبعا بالنسبه لحسين الشحات على رجلين ازارو موسطاً داخل الصندوق او داخل المنطقه المؤثره اللي بيجي منها اهداف. واضح ان تعليمات مستر فايلر في التغيير الاولاني ان هو حدد له قال له وليد انا عايزك تبقى موجود في المنطقه دي بصفه اساسيه، المنطقه دي اخطر منطقه للمهاجم يا اسلام اللي بيصب فيها الشغل الهجومي اذا كان من على الاطراف او من العمق زي ما احنا شايفين من حته الاطراف حسين الشحات من ناحيه الجنب عملها له بنص قوه كده بشكل جميل باص جميل ازاره بس حط رجله عشان يسجل هدف من الاهداف السهله بالنسبه لكن وجود ازاره نتيجه التعليمات اللي خدها مستر فايلر شاف النتيجه ادي النتيجه المؤثره يعني انت هتنزل حدد له المنطقه اللي بين 6 يارد وضربه الجزاء دي المنطقه المؤثره بالنسبه للمهاجم اقف فيها روح فيها اهو يعني الراجل بيكلمه بيفهمه بيقول له والكروس العرض اللي هيتعمل من الناحيه دي هبقى انا موجود او انا بخترق في الحته دي او متابع في الحته دي اقدر اسجل من خلالها اهداف كثيره تمام. فدي تعليمات بالنسبه لمستر فايلر لازارو ان شاء الله هي اللي هترجع ازارو لمكانته الطبيعيه اللي احنا اتعودنا عليه بصفته كهداف الموسم قبل الماضي او الموسم الماضي فنتمنى ان شاء الله باذن الله مع التطوير اللي بيعمله مستر فايلر للمهاجمين في الثلث الهجومي اتمنى ان شاء الله عوده ازارو مره ثانيه لتسجيل اهداف وبالاشكال المختلفه اللي احنا بنشوفها من خلال ادائه. اليو ديانج مكان جونيور اجاي بعد ما كان موجود جونيور اجاي ووليد ازارو وبقيه اللاعبين اعتقد ان هو قفل نص الملعب بنزول اليو ديانج. هو لما جه اتكلم في المؤتمر الصحفي كان بيتكلم على الراجل لما ساله قال له النهارده وادي دجله كانت بتهجم على فريق النادي الاهلي النهارده بشكل ارتياحي شويه فهو وصف وقال له احنا ما كانش في ضغط مناسب من نص ملعب النادي الاهلي. هو الراجل بيبقى اسلام عارف امكانيات كل لعيب عنده وتوظيف الامكانيات دي في اي وقت وفي اي عشان كده انا اول الاستوديو لما قلت لك على وليد سليمان مثلا قلت لك هو الراجل بقى عارف ان وليد سليمان من 60 ل 70 دقيقه بيديله الماكسيمم بتاعه. لو كان موفق النهارده وليد سليمان في اول هاف تايم كان ممكن يجيب له 3 4 تجوان يعني بنفس الشكل ونفس التحركات هو واجايه بنفس الوقت بس كل شويه اللي كان بيعملها زياده النهارده كان بيسقط لتحت قوي بيسيب حته فراغ اللي هو غطاها وليد ازارو لما نزل. فالتغيير بتاع اليو ديانج لضبط الشكل الدفاعي بالنسبه للتوازن الدفاعي الهجومي عشان ما يحصلش كمان لما الكره تتقطع منك وانت فرود ما تتردش عليك تبقى كنت الاتاك سريع جدا. فالراجل ده عمل ضبط للايقاع في نص الملعب بيقدر على ناحيه الشمال شويه يلم الكور اللي هي بتبقى عامله لك خطوره ينزل في نص الملعب بقى كمان بصير كويس قوي مع تكمله التحرر اللي حصل للسوليه عمرو السوليه وبالنسبه لتحس ان خلاص قفشه بقى بيمسك الكوره هو الباسير الاول هو البلاي ميكر هو اللي عنده الشكل هو اللي عنده توجيهات واصفر عنها توزيعات مهمه جدا يعني طلعت بكورتين واحده محمود وحيد والثانيه لعمرو سليه. فاعتقد ان هو هيحتاج اليو ديانج في الفتره الجايه من حقه ان هو بيشوف الامكانيه اللي قدامه دي. عندنا اشكال كتير قوي هتحصل في افريقيا عندنا مباريات فيها ضغط كتير عندنا هنلاعب فرق اذا كان في الدوري او بره الدوري هتبقى فرق عندها سيستم وعندها يعني حافز ان هي عايزه تاخد منك او تقتنص منك اي شكل ان شاء الله تعادلات ان شاء الله فوز ان شاء الله اي حاجه. فهو الراجل الحقيقه بيفكر بارتياحيه جميله جدا مساعده على كده امكانيات اللعيبه اللي عنده. تمام الكابتن اسامه اخر تغيير احمد الشيخ مكان رمضان صبحي في الدقيقه 84 انت قلت تركيز احمد الشيخ الحقيقه هو اللي دفعه ان هو يحرز هدف. النهارده برضو فايلر بيكافئ احمد الشيخ بعد مباراه بني سويف مباراه الكاس واحرز هدف فمن حقه برضو بيدي له فرصه ثانيه. النهارده بعد ما اطمن للنتيجه في الدقيقه 84 خلاص كسب 2 فبدا برضو يعني عمليه راحه رمضان صبحي من العناصر الاساسيه عندك العناصر المهمه نظرا لضغط المباريات انت بعد 72 ساعه هتلاعب برضه فرقه قويه فرقه حرس الحدود ورمضان صبحي من العناصر المهمه فانت النهارده بتريحه وتدي فرصه لواحد تاني يبدا برضه يثبت رجليه في الملعب احمد الشيخ اللي اضاف الهدف الثالث وكان مركز وصراحه هدف حلو برجليه العكسيه رجليه اليمين
وتكملته وتواجده كمان في المنطقه دي. يعني احمد الشيخ لاعب بيلعب على الاطراف، ان هو يكون متواجد النهارده كراس حربه، فبرضه يعني كان نازل ومركز وتركيزه، يعني ربنا النهارده بيكافئه على الهدف يعني. تمام، هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع نشوف الكابتن سامي قمصان قال ايه عن هذه المباراه ونرجع نكمل مع حضراتكم. تلاحم كبير جدا للمباريات، مباراه كاس وبطوله افريقيا ومباراه الدوري العام، ان شاء الله باذن الله نكون الكل يكون على قدر المسؤوليه. كابتن سامي قمصان كمان بينضم لي مدرب فريق النادي الاهلي، مبروك يا كابتن سامي. يعني نقدر نقول النهارده تحقيق الهدف بالنسبه للثلاث نقاط، النهارده النادي الاهلي داخل بشكل كويس جدا في المباراه، في غلق مساحات من مستر تكيس وفي قراءه فنيه هنا وقراءه فنيه هنا، لكن بشكل عام كابتن سامي بتقول على الجيم ايه وشايف الجيم النهارده ازاي؟ مباراه طبعا مهمه بالنسبه لنا، وزي ما انت قلت بيلعب فرقه منظمه، فرقه بتلعب باسلوب، عندها اسلوب كويس ومتعودين عليها، ورغم الاخطاء هم مصممين ان هم يعملوا نفس البناء من تحت وما بيلعبوش كور طويله وكان مهم جدا ان احنا نلعب، وزي ما انت قلت عملنا قفلنا مساحات كويسه، واعتمدنا طبعا على سرعات وليد لما نزل فرق معانا، ورمضان نفس القصه، حسين لما اشتغل في ظهر الناس لانهم بداوا يلعبوا دفاع عالي شويه، فكان عندنا مساحات في ظهرهم الحمد لله قدرنا نستغلهم، وزي ما انت قلت مهم جدا ان انت تحقق الهدف اللي انت بتحققه، ومكسب مهم الحمد لله، وثلاث نقاط مهمين وثلاث اهداف مهمين جدا، ان شاء الله نركز في اللي جاي ان شاء الله اكتر، وربنا يسهل الماتش الجاي باذن الله ان شاء الله. كمان يمكن اكيد يا كابتن سامي من ابرز التعليمات ان هي ما نركزش في ترتيب وادي دجله، لان يمكن ترتيبه كان في اخر الدوري العام، والمباريات كلها اي فريق بيلعب النادي الاهلي بتبقى مباراه كاس ومباراه بطوله، النهارده ما تقدرش تقول ان وادي دجله اخر الدوري بالحميه وبالحماس وبالجديه اللي كانوا بيلعبوا بيها النهارده. طبعا الفرقة كلها محترمة جدا، الفرقة كلها بقى عندها خبرات، فرقة دجلة يمكن في آخر الدوري لكن من الفرق المنظمة، الفرقة اللي أنا قلت لك عليها بتلعب بأسلوب، يمكن الراجل بيحترم كل الفرق وبيشتغل على كل الفرق، أهم حاجة ثلاث نقاط، لأن ثلاث نقاط دجلة هم كل الفرق، سواء أهلي زمالك مقاولين كل الفرق بثلاث نقاط، الحمد لله زي ما أنت قلت الأهم إن إحنا تكسب، الأهم إن أنت تواصل مسيرتك الحمد لله، وبنفس الأداء وبنفس الروح ديت وبنفس القوة ديت الحمد لله. طبعا ان شاء الله زي ما قلت لك اللي جاي طبعا اصعب، نخلص مرحله بنبدا في المرحله الجايه، ضغط المباراه طبعا يعني اثر علينا ده، وده طبيعي جدا، يعني انت زي ما انت بتقول كل الفرق اللي بتلعب قدام النادي الاهلي بتعمل اقصى حاجه ليها، احنا مباراه متلاحمه افريقيا وبعد كده كاس وبعد كده دوري، لكن الحمد لله في ظل دوت وانت بتحقق الاهداف ديت وبتحقق المكسب ده، فاعتقد الحمد لله دي حاجه ايجابيه. يعني على ذكر المباراه يمكن حرس الحدود مش هيسمح للاهلي براحه خالص، خلاص التدريب بكره الساعه 11 الصبح، ثم يخش النادي الاهلي بدوافع جديده في مباراه حرس الحدود، كيف سيستعد النادي الاهلي والجهاز الفني لهذه المباراه؟ زي ما انت قلت يمكن احنا عندنا بكره تمرين الصبح ان شاء الله، والجمعه برده وبعد كده السبت ان شاء الله نخش معسكر ثاني لمباراه حرس الحدود، مباراه برضو من المباريات المهمه لينا وعلى ارضنا ان شاء الله نحقق الهدف منها ونوصل ان شاء الله للانتصارات، وان شاء الله احنا بنفكر في نفسنا بس، يعني انت بتكسب تعمل عليك، واعتقد للفرق اللي بتكسب يبقى عندها فرصه اكبر لها تحتفظ باللقب ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا. كل الشكر والتقدير لكابتننا الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، فوز مهم وفوز مطلوب النهارده، يمكن عناصر كتير جدا تعلقت بشكل كبير ومكاسب كبيره يا كابتن اسلام بجانب حصد ثلاث نقاط، ان شاء الله يكون النادي الاهلي موفق. مباراه حرس الحدود زي ما اكدنا وقلنا مفيش وقت، النادي الاهلي غدا تدريب 11 صباحا، وبعد غد هيكون ايضا تدريب صباحي، ثم ما قبل المباراه بيوم طبعا هيكون تدريب مسائي، ومنها ليه معسكر مغلق استعدادا لمباراه حرس الحدود. مستمرين معاك يا كابتن اسلام ومع كل مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وكواليس خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي عقب الفوز على نادي دجله بنتيجه 3-0. عوده لك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد. كابتن ماهر خلينا بقى نروح لجزء اخر، الحقيقه لحد 15/12 مباراه الحرس، الخميس 19/12 مباراه الاسماعيلي في المكس، يوم الاثنين 23/12 هتبقى مباراه الاتحاد هنا هتبقى في استاد السلام، يوم السبت 28/12 هتلاعب بلاتينيوم في البطولة الدوري ابطال افريقيا، يوم السبت زي ما بقول 28/12 في استاد السلام، وبعدين يوم 1/1 اف سي مصر في استاد في القاهره هنا. 1/2/3/4 خمس مباريات في اقل من 15 يوم. انا بحيي طبعا الجهاز الفني في حته الملف ده، ازاي بيقدر يستعمله من خلال الضغط بتاع المباريات اللي احنا شايفينه كل 3 ايام. ايوه لو هنرجع كده بالسنه اللي فاتت واللي قبليها، ان لعيبه النادي الاهلي اتعودت على الضغط ده، ان بقى عندنا تعود على انك انت بتلعب كل 3 ايام. الحاجه اللي بيعملها المستر فايلر في حته المستشفى ان هو بيدور اللعيبه اسلام حسب احتياجات كل واحد منهم.
ديت الجديد اللي احنا اتعلمناه. يعني احنا كنا بنتكلم على التدوير قبل كده عشان تثبيت الفريق. هو بيدور عشان يثبت وفي نفس الوقت يبقى عنده اللي يبقى عندها نوع من الاستشفاء يحمي بيها لعبته من الاصابات. مهم جدا ان احنا لعبتنا ان شاء الله ربنا يبعد عنها الاصابه عشان نقدر نستمر في الخمس بطولات اللي احنا بنلعب من خلالها. طبعا بكره هيبقى في استشفاء، هيبقى في ساونه، وهيبقى في تدليك، وهيبقى في تدريبات خفيفه للناس حوالي ما يقرب عن 20 25 دقيقه للناس اللي شاركت. الناس اللي ما شاركتش هيبقى تدريب كامل. مهم جدا كمان يا اسلام ان احنا نساعد الراجل احنا كلاعيبه ان احنا يبقى عندنا حته التغذيه تبقى موجوده بانتظام، حته الراحه من بعد التدريبات يبقى ازاي انا موجود في بيتي طول الوقت، ما فيش سواقه في الفترات اللي احنا بنشوفها في الزحمه اللي احنا بنشوفها عشان ما تاثرش على عضلاتي، يبقى انا عندي مشاوير فيها ساعه ونص وساعتين عشان اوصل للنادي اتدرب من خلالها. لا، نتمنى الفتره ديت يبقى عندنا الثقافه وعندنا وعي من لاعيبه النادي الاهلي، وهم فعلا عندهم ثقافه عندهم وعي بشكل كبير جدا للحاجات دي. مهمه جدا اسلام، بتحافظ على الاستشفاء وبتحافظ على الاستمراريه اللي احنا شغالين من خلالها. انت النهارده بتتكلم على ثلاث اربع مباريات دوري وبعدين مباراه افريقيا وهكذا، يعني شهر 12 في حوالي 5-6 مباريات، وهنلاقي شهر يناير كمان في حوالي ما يقرب عن 8 مباريات، فده لود كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي. فالجهاز الفني مع اللعيبه مع الجانب الطبي مع الجانب الاداري ان شاء الله باذن الله نقدر نوصل باللعيبه الى بر الامان، ويبقى عندنا الاصابات يبقى في اقل الحدود ان شاء الله لو عملنا الروشته اللي احنا كنا بنتكلم من خلالها دلوقتي على البنود المهمه جدا في حته الاستشفاء. طيب كابتن شريف، الخمس مباريات دول هيحصل فيهم روتيشن ولا هيشتغل بشكل واحد؟ بص يا اسلام، هقول لك على حاجه، مفيش لعيب هيقدر يستحمل الخمس مباريات اللي جايين دول والفتره اللي فاتت دي كلها الا من طبعا يكون. لو وضعنا كمان عليها الفتره اللي فاتت، يعني الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه، صعب قوي ان انا هحمل اجاييه ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد سليمان هذا الشكل الاساسي اللي هم على طول شغالين وبعدين هنرجع لمجدي قفشه وعمرو الثلاثي، استحاله. عشان كده الراجل ذكي جدا في تدويره من دلوقتي، ان هو في العمليات التغييرات اللي بيعملها ورؤيته للعيبه اللي هي تقدر تغير له الشكل اللي هو يقدر يعتمد عليه في كل حاجه. وبعدين عندك لعيبه كتير قوي، اذا كان في حراسه المرمى عندك شيف اكرامي وكان وشارك وعلى اتم الاستعداد ان هو مع تألق محمد شناوي ده برضو في نفس التألق. عندك احمد فتحي وجه مع محمد هاني، نعتبر ان هم عمله واحده والاثنين جواكر بيلعبوا في كل حته، فدي حاجات برضو من الريكفرنج اللي احنا بنعملها اوريدي. يعني تلاقي احمد فتحي النهارده قاعد وجاهز، لو في اي وقت هتلاقيه فهد في الملعب نازل بيحب الكوره وحشه الكوره، لعيب عنده امكانيات انه يبقى موجود في اي حته. وليد ازارو ومروان محسن وفي حد تاني صلاح محسن لما يرجع كمان بنفس الشكل، عندك ثلاثه يقدروا يشتغلوا مع اجايب نفس الشكل، وفي مرات ممكن انت تحتاج اثنين منهم على حسب فكر الراجل. الراجل زي ما عمل النهارده وليد واجايب، عنده فكر هجومي جدا وليد ازارو يعني واجايب عنده فكر هجومي جدا في الشكل. فحتى الديفندر بتاعك هيرجع لك علي معلول تاني، هيبقى عندك نفس الشكل، محمود وحيد واقف على رجليه وعلي معلول باذن الله يرجع من الاصابات. فالاصابات اللي راجعه والحاجات دي طبعا في روتيشن هيحصل، واللعيبه دي هيبقى هو ساعات في اهميه لمباريات معينه. مش هتلاقي رمضان صبحي مثلا، لان لازم رمضان ما يبقاش عليه الضغط على طول، هتلاقي في حد تاني بيشارك في نفس المكان وشكل نفس الشكل نفس اسلوب اللعب نفسه، وده الشكل اللي احنا شفناه بالتغييرات النهارده. بالعكس حصل زياده، ما حصلش اقل، حصل ضغط من نص الملعب، حصل تغيير، حصل اراحه للعيبه جوه المباراه نفسها. يعني انا تغييرات فايلر النهارده ريحت بعض اللعيبه جوه، ريحت سوليه وريحت قفشه في نص الملعب تغيير واحد اللي هو ديانج. نفس الشكل لما نزل ازارو ريح اجايب بشكل كبير جدا، وبقى في فرصه كمان ليه ازارو كمان كان نازل متحمس جدا، انا شايفه اول لما نزل عمال يجري هنا ويجري هنا. هو قال لك بصراحه ازارو اليومين دول بيفكر ان هو نازل بقوه، بيغير اي شكل كان مثلا موجود قبل كده، وهو كل ما بتدي له فرصه والسبورت جوه الملعب هو من اسرع الناس اللي توصل ترهق اي دفاع، يعني يمين شمال بلاقيه. اديته الكوره النهارده هو اللي اكبر حسين الشحات النهارده في هذا المكان وهو اللي واقف فيه انه يلعب له الكوره بالعرض ده، وهو قاعد مستنيها، هي مش صدفه، هو الراجل نازل واحده قبليها خلي بالك اللي اتعملت بالعرض وهو عمل واحده كمان عدته. لو عدته دي. المؤتمر الصحفي اللي فات احد الصحفيين سال فايلر قال له وليد ازارو متضايق النهارده وزعلان،
الطبيعي في كرة القدم لما بلعيب ما بيشاركش ويبقى زعلان دي حاجة كويسة. ولعيب أساسي. لا النهاردة كمان بيرد في الملعب. صح. بيرد في الملعب وبينزل في الوقت اللي بيشارك فيه وبيحرز هدف وتحركاته فدي كلها حاجات إيجابية. عايز أزود له حاجة إن أزارو لو لعب على أي فينس في أي حتة أسرع من أي حد. يعني هو لو مركز وفي عنده الامكانيات جنب اللعيبه انها شايفاه وتتعود عليه بقى ان هو يبقى موجود في الملعب على طول اعتقد ان هم هيرجعوا تاني يودوه الملعب اكثر من 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 مره راحت منه واحده راحت منه الثانيه انما الثالثه بتيجي والرابعه بتيجي وده اللي احنا بنتمناه. يعني احنا مش عايزين اكتر من كل اللعيبه تبقى موفقه في جميع المراكز الحقيقه. فروتيشن از روتيشن يعني هو يملك هذا الرجل بالفكر مع امكانيات اللعيبه بتاعته انه يوفر لها الميعاد والوقت اللي يقدر يختارهم فيه. طيب كابتن اسامه 4 مباريات في الدوري العام ومباراة في فوزتهم او يعني قبل الاخر على طول بلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا، هل سيكون هناك اختلاف في التحضيرات خلال الفترة القادمة؟ بمعنى ان انت 4 مباريات الدوري كل تقريبا يوم 15 19 23 28، واحد كل 3 أو 4 أيام مباراة، هل سيكون هناك اختلاف التحضير ما بين دوري ابطال افريقيا وبطولة الدوري؟ انا معتقد يعني مش هيبقى فيه تحضير كتير مباريات ان الفرق 3 ايام، فانت في ال3 ايام دول انت كلها شغل استشفاء زي ما الكابتن ماهر قال، كلها لو بتصحح اخطاء ممكن من خلال الفيديو بقى اللعيبه تقعد تتفرج نظري على المباريات على التمركز حاجات كلها بدون مجهود، ان ما عندكش وقت انك تقدر تحط مجهود بدني في خلال الايام القصيره دي، لكن بتقدر تجهز. عارف ده يرجعنا لياس ياما الكلام اللي انت بتقول ده كويس، انت فتحت لنا مجال ان احنا نتكلم في الموضوع ده. عارف ايه؟ معسكر الامارات. ما معسكر الامارات ده الناس كانت بتقول ان النادي الاهلي كان طالع مركز على معسكر. لا لا انا ما بنساش. بعض الناس قال لك راح يعمل ايه في معسكر؟ لا ما بنساش الحاجات دي. ان معسكر الامارات نزهه وكانت اللعيبه رايحه وليه الهدف المعسكر الامارات؟ والله العظيم يا اسامه، والله يا كابتن شريف يا كابتن ماهر، الناس كانت بتقف معايا يقول لك الناس العاديه اللي هي الجمهور من اللي قريته من بعض من لا يشجع النادي الاهلي كان ده مفيش فرقه جامده يلعبوا معسكر الامارات اي حاجه هتعمل اللعيبه رجعت وحوش يعني عمليه عشان كده انا ببقى مبسوط قوي باللي بيحصل ده اللي اسامه قاله فتح لنا في ان احنا يعني التحضيرات مش هيبقى في وقت ان هو يغير او بالزبط. يعمل لا ده انت الهدف كمان المعسكر الامارات عندك كان مدرب جديد فايلر داخل على الفريق لسه ما يعرفش امكانيات اللعيبه كلها ما يعرفش شخصيه اللعيبه علشان كده كان عامل عمليه تدوير اللعيبه بشكل كبير اول ما حضر. معسكر الامارات قرب اللعيبه اكتر من بعض، المدرب عرف اللعيبه عمل عمليه التجانس. طبعا في معسكر زي ده بغض النظر حتى لو ما عملش مباراه تقدر ترفع الحمل البدني اللي وقفك خلال الفترة اللي جاية. الحاجة التانية برضو واحنا بنتكلم عن الروتيشن والفترة الجاية ما تنساش ان عندك في لعيبة مصابة هترجع، واحد زي علي معلول هيكون اضافة قوية للفريق ان شاء الله هيرجع يعني ممكن في خلال اسبوع تلاقيه متواجد مع الفريق مرة اخرى. دي يا سيما بسم الله ما شاء الله محمود وحيد ماشي بشكل جيد، لما يرجع لك علي معلول طبعا في اول مباراة هياخد وقته وتاني مباراة وتالت مباراة هيبقى افضل وافضل، ولكن الله يكون في عون المدرب في الوقت طبعا. ده الاوراق كلها تحت ايده ده كله بقى اللي بيقولوا عليه في صالح الفريق، لما تلاقي محمود وحيد بيأدي الاداء الرائع دوت تلاقي علي معلول معاه الاثنين بيساندوا بعض والاثنين بيكملوا بعض نفس انها كلام الناحيه الثانيه هاني وفتحي اي حد بتحطه دلوقتي بيأدي بنفس القوه وبنفس الاداء في الهجوم وفي الدفاع. في عندك برضو من الركائز الاساسيه اللي ابتدى معانا في السوبر ولكن للاسف اتصاب محمود متولي برضو صح. من المساكين اللي هيحل بشكل كبير لفايلر في المكان ده يعني في ما شاء الله رامي ربيع بيأدي بأداء قوي، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم برضو لو دخل في المكان ده يعني متوقع إن هيخش لأنه الراجل بيتكلم معاه خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا هيأدي لنا كام لقطة اللي مطلوب منه هيعمله هيرجع تاني. وبرضو عودة محمود متولي هيكون إضافة. فلا معسكر الإمارات كان مهم جدا في مرحلة مهمة في فترة مهمة علشان الضغط ده، أنت عشان الضغط ده لازم تكون بني صح، كان عمليه البناء كان لازم تتم في المعسكر ده، كان زي ما بقول لك برضو عمليه تقريب المدرب من اللعيبه كانت مهمه. فالنهارده بنشوف الفايلر عرف كمان شخصيه اللعيبه، عجبني قوي رده في المؤتمر اللي فات على نقطه وليد ازارو لما حد من الصحفيين قال وليد ازارو وعد لك متضايق النهارده، قال لك لا ده طبيعي في كره القدم، واحد لعيب واساسي وما بيشاركش النهارده طبيعي انه يكون عنده الغيره ويكون متضايق انه ما شاركش النهارده، وليد ازارو بيشترك بيرد في الملعب، فدي كلها نقط ايجابيه يعني، وان شاء الله يعني المباراه الجايه يبقى فيه افضل كمان للنادي الاهلي ان شاء الله.
شاء الله، ولكن ثلاث نقاط وضعت النادي الاهلي على صداره الدوري العام، او وضعت البطل في صداره الدوري العام بعد الاسبوع السابع. وحتى الان النادي الاهلي لعب خمس مباريات ب 15 نقطه و 16 هدف احرزهم النادي الاهلي، وهدف وحيد دخل شباك النادي الاهلي، وبالتالي هو افضل دفاع وافضل هجوم في اول سبع اسابيع. النادي الاهلي لعب خمس اسابيع فقط. عموما ثلاث نقاط هامه جدا، وفي النهايه كابتن ماهر مبروك وبشكرك على وجودك معانا. مبروك يا كابتن اسلام، مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته. شكرا جزيلا يا كابتن شريف، شرفتنا ونورتنا. بشكرك وبشكر اللاعبين النهارده على اصرارهم على الفوز الحقيقه، وبشكر الجهاز الفني وببارك لجماهير النادي الاهلي كلها. كابتن اسامه شكرا جزيلا والف مبروك. الف مبروك للاعبين، ويستحقوا مع الجهاز الفني، والفتره اللي جايه محتاجه برضو مزيد من الجهد اكتر. وما شاء الله يعني الارقام القياسيه، وطبعا معانا دكتور احمد ثابت هيبقى معانا بعد كده مع فايلر. النادي الاهلي بيحقق ما شاء الله اكبر مكسب على الانتاج الحربي، اكبر مكسب على الجونه، اكبر مكسب النهارده في لقاءات الفريقين على دجله وايضا على اسوان. فما شاء الله اقوى خط دفاع النادي الاهلي، اقوى خط هجوم النادي الاهلي، ان شاء الله مزيد من التوفيق خلال الفتره المقبله ان شاء الله. شكرا جزيلا نجومنا الكبار. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل دكتور احمد ثابت، هنتكلم عن اهم الارقام والاحصاءات ونجم هذه المباراة من وجهة نظر الأرقام بعد هذا الفاصل.